رأفت الهجان الفرنسي، عميل سري بيعتبر من أشهر الجواسيس اللي بتستعين بهم المخابرات الفرنسية، وعلشان نجح في عمليات صعبة كتير دايما بيرشحوه للقيام بالمهام الصعبة دي. ورغم شطارته إلا إنه كان عنده نقط ضعف، أولها حبه الشديد للستات، وتاني نقطة ضعف كانت عنده خوفه من الأماكن المرتفعة، وهنعرف السبب في وقته. بيبدأ الفيلم بإن مديره في الشغل بيكلفه بمهمة صعبة تتعلق بشخص شهرته البروفيسير، وده كان في يوم من الأيام ضابط ألماني نازي رتبته عالية قوي، لكنه دلوقتي بيحاول إنه يبتز فرنسا علشان عنده ميكروفيلم في قائمة بأسماء الخونم الفرنسيين اللي تعاملوا مع النازية، والمطلوب من رأفت الهجان إنه يسافر له في مكان تواجده البرازيل وياخد منه القائمة دي ويدفع له 50,000 فرنك. رأفت الهجان أبدى استغرابه الشديد، ازاي وهو ملك المهام الصعبة يكلفوه بمهمة زي دي ممكن يقوم بيها اي ساعي بريد؟ لكن مديره في الشغل بيفهمه ان البروفيسير نفسه هو اللي طلب ان اللي يقوم بالعملية دي لازم يكون افضل عميل لفرنسا، وكمان مديره فهمه انهم جهزوا له الاوراق اللازمة اللي هيسافر بيها واللي بتقول انه مراسل صحفي. فعلا بيسافر رأفت الهجان الفرنسي للبرازيل على انه مراسل صحفي، لكن بنلاحظ ان في ناس بتراقبه، ومجرد ما بيخرج من المطار بيلاقي سواق تاكسي بيعرض عليه انه يوصله، فبيقول له وماله وبيركب معاه بعد ما يقول له على الفندق اللي هينزل فيه. وفي الطريق بيكتشف رأفت الهجان ان سواق التاكسي الصيني ده عامل له مصيدة علشان يقتله، لانه كان هو السبب في قتل اخو الصيني لما كان في مهمة من المهام اللي قام بيها قبل كده في سويسرا. وقبل الصيني ما يضربه بمسدسه يتفاجئ رأفت الهجان برصاصة بتقتل الشخص الصيني ده، وبيكتشف ان اللي عمل كده صديقه شلبي شلبي اللي شغال مع المخابرات الامريكية. ولما يركب معاه العربية وبعد السلامات والتحيات والذكريات بيسأله الهجان هو انت ليه كنت بتراقبني؟ فبيرد عليه رجل المخابرات الامريكي بسؤال تاني، قول لي انت الاول ايه اللي جابك البرازيل؟ فيرد الهجان انه جاي في اجازه عشان يتمتع بالجو والشاطئ وبالحسنوات البرازيليات. فيقول له رجل المخابرات الامريكي شلبي شلبي العب غيرها، انا عارفك كويس، وجودك في اي مكان لازم يكون وراه مشكله. طبعا بيوصله للفندق وهو مش مقتنع بكلامه، وبيديله الكارت الجديد بتاعه علشان لو حب يتقابلوا تاني في البرازيل ويستعيدوا ذكرياتهم مع بعض يتصل بيها على طول. في الفندق بيلبس رأفت الهجان المايوه ويروح على طول على حمام السباحة، بنلاقي كل الفتيات عينها عليه بسبب وسامته وجسمه الرياضي، لكن بمجرد ما بيحاول يقفز في حمام السباحة بنكتشف انه بيعاني من مشكلة الاماكن المرتفعة، وبنعرف السبب انه كان قبل ما يكون عميل سري كان لاعب في سيرك، وانه تسبب في قتل زميله لاعب السيرك اللي كان معاه، وده اللي عمل له خوف من اماكن المرتفعة دي. طبعا ده خلى كل البنات اللي كانت معجبة بيه تنصرف عنه الا واحدة بس هي اللي راحت له، وكان باين عليها انها بتحاول توقعه علشان تروح معاه غرفته، وفعلا راحت غرفته وبعدين فجأة اختفت بشكل غريب. بعد كده بيجي لرأفت الهجان تليفون على غرفته، واللي بيتصل بيه بيقول له لو عايز الميكروفيلم هات الفلوس وتعالى الساعة 3، وبيحدد له المنتزه اللي هيتقابله فيه. ولما طلب مواصفات اللي هيتقابل معاهم قال له انت هتتعرف علينا بسهولة. في المعاد كان الهجان في المنتزه، وكل حد يقابله يفتكر انه هو اللي جاي يديله الميكروفيلم وياخد الفلوس، لكن فجأة بيلاقي طلقات رصاص بتنهال عليه من كل حتة، فياخد الشنطة اللي فيها الفلوس ويحاول يهرب. هنا بيتفاجئ بعربية بتقفله وفيها اتنين بيقولوا له اركب بسرعة، على طول بيركب معاهم ياخدوه لمكان سكنهم علشان نكتشف انهم ضباط في الموساد الاسرائيلي. ومن خلال الحوار اللي بيدور بينهم بيكشفوا له انهم عارفين كل حاجه وانه هو ليه جاي البرازيل، وهم كمان بيجروا ورا نفس الراجل اللي هو جاي قبله علشان يديله فلوس وياخد منه الميكروفيلم وهو البروفيسير، ويطلبوا منه انه يتعاون مع الموساد الاسرائيلي، لكنه بيتعامل مع الامر باستخفاف وسخريه. وقبل ما يرفض طلبهم بتظهر الحسناء الاسرائيليه ماجي سامحون، واللي بيضعف قدام جمالها وعلشان كده بيوافق على الشغل معاهم، خصوصا لما يعرف ان هم هيرجعوا لتل ابيب وان هي اللي هتفضل معاه لوحدها عشان تشتغل معاه، لان هي كمان ضابط في الموساد الاسرائيلي. كمان بيسالوه ان لو عاوز يسيب الفلوس عندهم ممكن يسيبها لان المكان اللي هم فيه امن من الفندق، فبيرد عليهم الفلوس دي فلوس فرنسا
ولازم اسيبها مع ناس ليهم امان. طبعا رده ده كان اهانة ليهم، لكن بلعوها وسكتوا. مع بداية شغل رأفت الهجان مع ماجي سمحون بتفهمه ان الميكروفيلم اللي جاي هو عشانه مش مهم بالنسبة لإسرائيل، قد ما المهم انهم يوصلوا للبروفيسير والقبض عليه وترحيله لإسرائيل علشان يحاكموا هناك على جرائمه الخاصة بالمذابح الجماعية اللي شارك فيها ضد اليهود، وتتفق معه على انهم يساعدوا بعض لحد هو ما ياخد الميكروفيلم وهي تاخد البروفيسير وتوصله لإسرائيل. بيرجع رأفت الهجان الفندق تاني ومعاه شنطة الفلوس، ولأن البروفيسير لحد دلوقتي ما ظهرش عشان ياخد الفلوس ويديله الميكروفيلم، فمكان رأفت الهجان علشان ما يضيعش وقته إلا إنه يروح السفارة الألمانية ويسألهم إذا كان عندهم أي ما بأسماء قدامى النازية اللي عايشين في البرازيل ولا لا، فيقولوا له لو سمحت إحنا مش دولة نازية، إحنا دولة ديمقراطية والسفارة هنا ملهاش علاقة بالنازيين، وبيطلبوا منه إن يسيب السفارة ويخرج حالا. بتروح ضابطة الموساد الإسرائيلية ماجي سمحون لرفت الهجان في الفندق اللي نازل فيه، فبتلاقيه قاعد عمال يعاكس في البنات، فبتقول له على فكرة أنا أشطر منك لأني وصلت المعلومات مهمة قبل منك، وهي ان المخابرات الامريكية اتوصلت مع البروفيسير من خلال العميل بتاعهم شلبي شلبي، بس هي لحد دلوقتي ما عرفتش العميل ده موجود فين في البرازيل. فعلى طول الهجان بينتهز الفرصة علشان يقول لها ان انا اللي اشطر منك، وان هو اللي اتوصل للعميل شلبي شلبي قبل منها، وكمان بيطلع لها الكارت بتاعه. وفعلا بيروحوا يقابلوه في السفارة الامريكية بالبرازيل وبيسألوه عن البروفيسير، فيقول لهم انه وقاله فترة ما يعرفش عنه حاجة، واخر حاجة عرفها ان له ابن عايش هنا مع الغجر، ويديهم صورة ليه ويقول لهم انه الشلة بتاعته قال ايه عايزين يغيروا العالم. لما بيوصلوا لابن البروفيسير بيطلب رأفت من ماجي سمحون انها تحاول تغريه علشان توصل منه لمعلومات عن ابوه، لكنه بيتفاجئ بيها بتستخدم العنف معاه وتقول له احنا اتنين صحفيين وعايزين نقابل والدك، فيقول لهم انا ما اعرفش مكانه، لكن تحت الضغط يقول لهم انا ممكن اوصلكم لمكان اصدقاء لي في برازيليا، وانه هيساعدهم بس علشان هو بيكره النازية وكمان بيكره ابوه لانه منهم. فعلا بياخدوه وبيسافروا بيه بطيارة خاصة، لكن هم في الطريق بيكتشف رأفة الهجان ان ده مش طريق برازيليا. فجأة بيخرج عليهم قائد الطيارة من الكابينة، وبنكتشف انه اخ تاني للصيني اللي قتلوا الهجان لما كان في مهمة بسويسرا، وانه خطف الطيارة علشان يقتل رأفت. وفجأة بنلاقي الصيني بيقفز بالباراشوت من الطيارة ويسيبها ماشية من غير سواق، لكن في النهاية رأفت بينجح في انه يقود الطيارة ويدخل بيها في غابة، وقبل ما تنفجر بيهربوا منها ومجرهمش اي حاجة. بعد كده بينجحوا في انهم يوصلوا لبرازيليا، وبمجرد ما بيوصلوا هناك بيتصل ابن البروفيسور بصديق لابوه وبيعرف منه ان والده عامل للادي حفلة تنكرية، فكل واحد منهم بيتخفى في لبس معين علشان يروحوا يحضروا الحفلة دي. فعلا بيروحوا الحفلة وهناك بيلاقوا البروفيسير، واللي على طول بيكشف للموجودين ان رأفت الهجان موجود معاهم وان هو العميل السري المشهور في فرنسا. والمفاجأة ان الست اللي شافها في الفندق واختفت بعد ما راحت الغرفة معاه هي اصلا مرات البروفيسير. والمفاجأة الاكبر كمان ان ابن البروفيسير بيطلع ظابط وانه نازي كمان زي ابوه، وبيكتشف كمان انهم بيجهزوا لدولة نازية جديدة يغيروا بيها العالم. لكن رأفت بيحاول يديهم درس في الاخلاق والتسامح والحب، وان ياريت يخلوا الدولة النازية الجديدة دي هي دولة للحب، فيسخر منه الجميع. وعلى طول البروفيسير بيؤمر حراسه بانهم يقبضوا على رأفت الهجان ويحبسوه في مكتبه، ولما بنكتشف بان داخل المكتب معمل سري بنلاقي البروفيسير بيؤمر الناس اللي معاه بانهم يكتفوا رأفت الهجان ويحطوه على الشيزلونج عشان يعمل له عملية. اما مفاجأة المفاجآت اللي بيكشفها البروفيسير فهي ان الميكروفيلم موجود في صدر رأفت الهجان، وانه علشان كده طلب من المخابرات الفرنسية ان هو اللي يجي، وبيفكروا بانه من سنوات اتقابلوا وحط له الشريطين دول في صدره، الشريط الاول في اسماء الخونة الفرنسيين، اما الشريط الثاني فهو في ارقام حسابات بنوك في سويسرا بتحتوي على كنوز من غنائم الحرب، وانه لما عمل العملية دي ادى للهجان ترجاء مسح ذاكرته وخلاه ينسى كل ده. وفعلا بيخرج شريطين الميكروفيلم من صدره، وبعد ما بياخدهم بيطلب من الناس اللي معاه انهم يقتلوا الهجان وصاحبته، لكن في لحظة كان الضابط الموساد ماجي سمحون حط المسدس في راس ابن البروفيسير وطلبت منه انهم يخلوهم يفكوا قيود رأفت الهجان والا هتقتل ابنه،
لكن فجأة بتيجي رصاصة في ابن البروفيسير بتقتله ما نعرفش منين، فبينهار البروفيسير وبيؤمر رجالته بقتل الهجان وصاحبته، وفعلا بتدور معركة كبيرة بينهم، وبيتمكن البروفيسير في النهاية من الهرب. وبعد ما رأفت الهجان وظبطة الموساد ما يجي سامحون يخلصوا على كل اللي بيتخانوا معاهم، بيجروا بسرعة علشان يلحقوا البروفيسير، وفعلا بيلحقوه. على طول رفض الهجان بيطرد البروفيسير، لكن لما بيوصل لمكان عالي بتجيله فوبيا الاماكن المرتفعه، فالبروفيسير بيستغل ده ويهاجمه بشده ويحاول يقتله، لكن الاثنين بيقعوا في النار وبيتم انقاذهم ويحطوهم مع بعض في غرفه واحده بالمستشفى. فبيحاول البروفيسير رغم اصابته الشديده انه يهرب، وده بيضطر رفض الهجان وهو كمان رغم اصابته الشديده ان يحاول يمسكه عشان ما يهربش، وفعلا بينجح البروفيسير في الهرب. ولكن رفض الهجان بيقدر يعرف معلومات من الممرضه، وانها سمعت البروفيسير بيقول انه الساعة 8 هيكون عند اشهر تمثال في برازيليا. فعلى طول رأفت الهجان بيبلغ ماجي سامحون اللي بدورها بتروح تبلغ الموساد، وده بيبلغ ده وده بيبلغ ده لحد ما امه لا اله الا الله كلها تعرف. وقبل ما يروح عند التمثال الشهير بيعدي على صديقه رجل المخابرات الامريكية شلبي شلبي، واللي بيكشف له ان البروفيسير خايف من الموساد وانه لجأ المخابرات الامريكية عشان تحميه، وان هو جاي البرازيل علشان يحمي البروفيسير، والمقابل انه هيمدهم بمعلومات سرية. فرفض الهجان بيستغرب جدا ويقول له ازاي ده، وامريكا نفسها ضد النازية، يبقى ازاي هتدافع عن واحد نازي؟ وفجأة بيظهر اخو سواق التاكسي الصيني اللي قتله شلبي شلبي علشان يقتل شلبي شلبي. الميعاد المتفق عليه بيكون رفض الهجان وظبطة الموساد عند التمثال الشهير ده، وبيطلبوه بالاستسلام، لكنه بيطلق عليهم النيران، ولما بيلاقي مفيش مفر بيحاول ينتحر، لكن رأفت الهجان مش بيديله الفرصة دي ويقول له لازم تسلمني الميكروفيلم. البروفيسور بيهرب وبيطلع فوق التمثال الكبير ده وبيحاول ينتحر من عليه، لكن الهجان بيقدر يجري وراه ويتغلب على خوفه ويطلع فوق التمثال، وفعلا بيقدر يمنعه من الانتحار وياخد هو شريطين الميكروفيلم ويرجع بيهم لفرنسا من غير ما يدفع فرنك واحد. ولما بيرجع بلده فرنسا بيلاقي مديره في الشغل بيبلغه بان فرنسا بسبب اللي هو عمله ده هتمنحه وسام الشرف، وكمان بيبلغه ان يستعد علشان عنده مهمة جديدة، بس المرة دي في الصين علشان في شخص هناك خطف 50 رهينة وانه بيرفض يتفاوض مع اي شخص وطلبه هو بالذات علشان يتفاوض معاه. أعزائي المشاهدين، وبكده بينتهي ملخص فيلمنا النهاردة، واللي حابب يشوف أفلامنا الجاية يشترك في القناة ويفعل الجرس على الكل علشان يوصل له كل جديد، وحتى نلتقي بنقول لكم إلى اللقاء.